السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة. غندير لكم ان شاء الله اليوم بالشحمة، وما تنساوناش ان شاء الله باللايكات ديالكم، ان شاء الله دعمونا. مرحبا بكم ثاني مرة ان شاء الله. دابا فاش كورت العجينة دابا غنعمروها بالحشوة. خلطنا الزبور والبصله وشويه الفلفله حلوه شويه الشحمه، دابا حتى واحد ما كيقدر على الشحمه. ان شاء الله نبداو، كنتمنى يعجبكم. ندير بيدي احسن باش نعرف نصوب. راه شعلت المقله باش تسخن. دابا نجمعوها ان شاء الله بهذه الطريقه باش ما تخرج الحشوه، تخرج البصله هكا بهذه الطريقه. نكرسوها خليها ترتاح. البصله الاخرى هكا، البصله الاخرى عين على ما ترتاح باش تعرف ليا تكرس. نفس الطريقة نعمرو بها الأخرى. دابا راه دهنت المقلة، درت الخبزة، طيب إن شاء الله. نبدا بشوية الزيت، بشوية ماشي بزاف. كتشد راسها مقلبة. ها هو دابا الخبز ملي طاب تحمر مع واحد البراد اتاي، بالصحة والراحة. الله يعاونكم. السلام عليكم.